وسهلا، كيفكم؟ كيفك انت؟ الحمد لله. اهلين ببوسطة، حلو الاسم، حبيته. بس هلا يا سائل، يعني يا ترى بوسطة كلمة سورية ولا لبنانية؟ ولا بنسأل نظام؟ لازم تسأله، لأنه بوسطة هدير البوسطة. يعني حلو كثير غنية طبعا، الاسم انا حبيته وموفقين. فتأكدوا لنا طبعا، احنا ما ضد انه تكون لبنانية يعني، بس نحن مع انه تكون سورية. فمبروك ان شاء الله هيك بالتوفيق الداعي لبوسطة من قصي خولي. حبيت احكي لنا هيك بس اخبارك للبوسطة. والله انا عم صور حاليا على قيد الحياة مسلسل مودرن اخراج رامي حنا. العمل ان شاء الله بيكون عمل خاص ونوعي وجديد. معنا مجموعة كتير مهمة من الأساتذة الفنيين والفنانين، والعمل لصالح أوربيت ريل تايم، اسم الشركة ريل تايم يا شباب، اسم الشركة الرحبة. الرحبة يلا منجو لشركة الرحبة. وعم نشتغل عمل تاني وجزء تالت من حصون الشامي مع سيف السبيعي وفؤاد حميرة. وعندي عمل السنة بس عمل واحد على الام بي سي، هو فنجان الدم اللي تأجل من ذيك السنة. هو عمليا انه هو بغرض من قصي، يعني انا قعدت مع قصي تناقشنا شوي وطلبت منه انه السنة يكون لك عمل واحد بس. إيه هيك نوع من تجريب شيء، يعني هيك في بالي تجرب شيء. فكان عندي هاي التجربة الواحدة اللي بدها تطلع بفنجان الدم، ان شاء الله بتكون ناجحة. وفي هدول تجربتين بده يتفرج. شكرا يا حبيبي. اللي بده يتفرج على أوربيت ففي شوف ما بي على قيد الحياة والحصرة بالشعب. شهد موفا، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا فيكم، طلعونا منا دائما ببوسطة. صورتونا هذيك المرة، في حدا إجا صورنا بالموبايل بعتقد شاب مونتير بالبوسطة؟ ايه لصالح البوسطة. ممكن نشتغل هنيك ولا لا؟ ما هو شاب تاني. المهم بكل الأحوال كل التوفيق. هلا www.bosta.com يعني فينا من هون نفوت. يلا خير وبالتوفيق. شكرا. بس هذا ما بيلبق مع ثيابي، عرفتي؟ انا اللي كنت عم صور فيه اللي كان مربوط اسود ربابة. ماشي. فانا ما كان فيني صور حافي طبعا، عرفتي؟ فلبست هذا الاسود. انا جايب البوط هلا اللي على القليله بيلبق مع الثياب اللي هو اسود وابيض، مثل ما هو القميص اسود ببوط اديداس كحلي صرت. يعني نفسه هذا الثياب هو كان راكور بالمقبره مثلا، فانا لبست معه بوط الاديداس الكحلي بالمقبره. ايه هيك ظابط اكثر يعني. اما هذا البوط الرسمي ما بلبسه انا مع جين، ما حدا بيلبسه مع جينز غير اللي طالع. انا بدي اقول لك شغله، انت اختار بقى هلا بالمشفى بعد ما ضاع البوط مسجل انه انت مصور ببوط اسود بمكان. هلا لك شو المشكلة؟ معناتها خطأ إذا ما مشفى، معناتها هذا لا خلص أقنعتني. لا مو أقنعتك، هذا الحقيقي صح ولا لا؟ دائما أنا خلصت طولت. على كل إن شاء الله يأخذوك دخول بوسطة. إن شاء الله يأخذوك دخول على متحف. فوت زوم علي، فوت زوم بوسطة. هاي عم بعمل لك إعلان مجاني للبوسطة. هلا بيقولوا لي عليك وعلى الاعلام بدك تعمل معه قصتين هدول تبعهم. طيب هلا مكان مدام جاي لعنا ضيف هلا حيقعدوا و طيب عملت له ضيوفه امبارح. ايه امبارح شو عندي ضيوف كرمناهم. تفضل استاذ. قعدنا قعدنا القهوه. عندنا هلا التطبيق 45 القميص البيج وال انه تفضلوا اهلا وسهلا فيكم، تفضلوا ارتاحوا تشرب قهوه شاي كذا. بيجي الشاب له ضيفهم شاي وكذا.